عودة لعشرة الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم في تاني فقراتنا الحوارية. والحقيقة في الفقرة دي احنا عندنا ملفات كتير هنحب نفتحها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا. طبعا كرة القدم المحلية والعالمية، كل الملفات دي هنفتحها ونتكلم في كل تفاصيلها مع الأستاذ سامح سمير الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهاردة. يا صباح الخيرات. صباح الخير عليك يا أستاذ كريم، وصباح الخير عليك يا أستاذ نهاوند. صباح الهنا سادة المشاهدين جميعا. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ سامح. وبص بقى، احنا يعني زي بعض ما بنجاملش، وصرح انا وانت وكريم عامه. الماتش كان سيء جدا، وكولر طلع قال لك انا لعبت، او ده كان من اسوء الماتشات اللي لعبتها. انا سؤالي مش يعني مش فني قوي، على قد ما في العموم، هو ليه المستوى تراجع منذ عودتنا من كاس العالم للانديه من وجهه نظر حضرتك؟ بصي، في البدايه خلينا نقول ان الاهلي بقى له فتره بيعاني من الموسم اللي فات، عنده ضغط غير طبيعي، كان تقريبا داخل في ثلاث مواسم متلاحمه، ده بجد مش هزار. أيوه. مدير الفني صن داونز نفسه قال ما تفرحوش ان احنا كسبنا الاهلي ده الموسم اللي فات، لانك بتلاعب فريق يمكن الفريق الوحيد في العالم ان واضح ان هو داخل على ثلاث مواسم متلاحمه مع بعضها، عنده ازمه كبيره جدا على مستوى الاصابات. صح. حدث ولا حرج، مستشفى طبعا. اصابات غير طبعا. طبيعيه طبعا. بقى لها فتره. خسرت طبعا بطولات، دفعت ثمنها دوري ابطال افريقيا، دفعت ثمنها الدوري الممتاز بالطبع، وكان المنافس يستحق في ظل عدم جاهزيتك، كانت ازمات كثيره في النادي الاهلي. مارسيل كولر حاول ان هو يعيد توازن النادي الاهلي، وحاول ان هو بيعيد اكتشاف نفسه هو الاخر كمدير فني مع ونجح النادي في ده الأهلي. في الفتره اللي قبل ما نسافر نجح، وحوالي 20 مباراه تقريبا كانت دون هزيمه. صح. وراح كاس عالم للانديه، شرف المصريين مش الاهلاويه فقط، في كاس عالم الانديه، وعمل مباريات تحترم في سجل تاريخ النادي الاهلي مع في المحافل الدوليه. ولكن لما تيجي بقى تتكلمي عن مباراه زي الامس، وتتكلمي عن مباراه الداخليه، امبارح كولر يعني اسمحوا لي في اللفظ اخرس الالسنه. بمعنى ايه؟ كل الانتقادات اللي كانت تجاه مارسيل كولر مننا كنقاد رياضيين او كاعلاميين او حتى كجمهور النادي الاهلي، الراجل امبارح طلع قال اهو قدامكم واحد، تعالى نعدهم مع بعض. اول حاجه التشكيل، كل كان بيتكلم عن بيرسي تاو راس حربه، طب هاتوا بيرسي تاو اهو جناح طاير. كل بيتكلم عن كهربا ليه ما بيلعبش وبتعتمد على بيرسي تاو ومحمد شريف، كهربا امبارح بيلعب اساسي. ايضا الصفقات الجديده، تعتمدش على الصفقات الجديده، طب ادي مروان عطيه، ادي قندوسي، الراجل بيعتمد. ليه طب مش بتريح علي معلول؟ ريح علي معلول، ريحنا علي معلول. طب هو بيعمل كده على سبيل الترضيه؟ لا طبعا، هو مارسيل كولر مدير فني ذكي للغايه. ليه؟ هو امبارح عنده المعطيات قليله جدا، عنده الادوات المتاحه قليله جدا. انت عندك امبارح ثلاثه ركبه وثلاثه اصابات عضليه، يعني عندك احمد عبد القادر، عندك برونو سافيو، عندك خالد عبد الفتاح، الثلاثه ركبه، وعندك ثلاثه اصابات عضليه، محمود متولي وحسين الشحات وعمرو السوليه، الثلاثه اصابات عضليه. طب ايه الحكايه؟ الروايه ايه الحدوته؟ انت عندك ازمه كبيره جدا في صفوف التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. كيف يتعامل مارسيل كولر مع هذا الامر؟ ده اللي حدث امبارح بمنتهى الذكاء من هذا الرجل، ان هو يبتدي يعتمد على الصفقات الجديده، يبتدي يخلي كل لاعب في مركزه بالشكل اللي بيه، لا يبقى فيه انتقادات ولا حد بقى يحمل لي مسؤوليه. خلاص، هو كان اذكى من ان حد يكلمه امبارح ويقول ان انت خارج نطاق الخدمه، او ان انت واقف على الخط بتهزر. لا، الراجل امبارح يعني لا يلام تماما على ادارته لمباراه الداخليه، لانه امبارح من اول دقيقه لاخر دقيقه كولر، من بدايه التشكيل الاساسي حتى التغييرات، كان دايما بيهاجم ان التغييرات في الدقيقه 65 الراجل او الدقيقه 70. امبارح مع انطلاق الشوط الثاني بيحاول يغير طريقه اللعب، وبينزل بدويتو قفشه وشريف اللي دايما بيلام عليه. فين دويتو قفشه وشريف؟ على ذكر اللوم، لو في ماتش امبارح في شخص ما يستحق اللوم والعتب، المصاحب بالمحبه بطبيعه الحال. حضرتك نفيت طبعا هذه الاتهامات عن كولر بالكامل. طيب ايه اللي حصل؟ المشكله فين اللي خلتنا في الاخر الماتش ينتهي بالنتيجه دي اللي بطبيعه الحال، وطبعا حضرتك سيدي العارفين اكيد هي مش مرضيه باي حال من الاحوال لجماهير النادي الاهلي. خلينا رقم واحد ندي امبارح علاء عبد العال حقه، المدير الفني للداخليه، ان هو قدم مباراه ولا احلى من النادي الاهلي. خلينا برضو نديله حقه، هذا الرجل مدير فني محترم مخضرم، بقى له سنوات في الدوري المصري بيؤدي بشكل جيد جدا. بالمناسبه امبارح عمل مباراه خطيره مع النادي الاهلي ب 10 لاعبين، قدر ان هو يقفل المساحات، قدر ان هو يغلق كافه الثغرات، قدر ان هو يلعب على مفاتيح النادي الاهلي وعلى اخطاء لاعبي النادي الاهلي الساذجه، وحط التكمه دي 100 خط، لان ده كان سبب هدف التعادل. الكلام ده انا بتفق معاك فيه رامي ربيعه.
طبعا. وكولر قاله، كولر قعد امبارح بعد المباراه 20 دقيقه بعد المباراه في اجتماع مغلق مع اللاعبين، وتاخر عن المؤتمر الصحفي عشان يتكلم لهم ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، انتوا رايحين على فين، ليه ما فيش تركيز، ليه ما فيش مسؤوليه، ليه في اخطاء ساذجه بهذا ليه بقى؟ الشكل ليه؟ انها تكلف فين الاجابه ده. بقى بص ليه؟ الاجابه واحد، عشان بس لا نظلم لاعبي النادي الاهلي كثيرا، رقم واحد ضغط المباريات غير طبيعي، لازم نتكلم فيها يا جماعه بدون هزار تماما، ضغط مباريات وتعاقب بطولات غير طبيعي، انت طالع من الدوري الممتاز، رايح على كاس عالم الانديه، راجع على دوري ابطال افريقيا، بتتعرض لازمه امام الهلال، ازمه على مستوى النتيجه سيبك من الاحداث، ايضا راجع على صن داونز في القاهره، رايح على الدوري الممتاز ومطالب انك انت تحافظ على سلسله الانتصارات، ومطالب انك تحافظ على شكلك وادائك وتفرح جميع النادي الاهلي. فضغط المباريات ده مشكله، ده واحد. اثنين، كثره الاصابات والغيابات مشكله غير طبيعيه على مستوى التشكيله الاساسيه. ثلاثه، وده الاهم، في تذبذب واضح جدا وشديد للغايه، ويعني بيدي لك كده انذار شديد اللهجه بسبب مستوى لاعبي النادي الاهلي في هذه الاونه الحرجه. المفترض ان تذبذب المستوى يجي على فترات، مش بهذا الانحدار ومش بهذا الشكل وفي مباريات صعبه وخطيره زي دي. صح، فطبعا دي نقطه مهمه جدا، خلينا نقف عندها مؤقتا ونرجع نكمل كلامنا انطلاقا منها، بس يعني نستاذنك نروح لنادي الاهلي في الجزيره عشان نعرف اخر الاخبار والمستجدات من خلال زميلتنا العزيزه مريم سميح. مريم، صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح عليك يا نهاند، وصباح طبعا على ضيفكم العزيز الاستاذ سامح سمير الناقد الرياضي، وصباح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيكون فيها معانا طبعا كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي، سواء طبعا الفريق الاول لكره القدم او الرياضات الاخرى. خلينا طبعا البدايه مع الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر، اللي قرر بعد مباراه الداخليه طبعا امس اللي فيها تعادل 1-1، ودي كانت المباراه مؤجله من الاسبوع ال20 من الدوري، قرر طبعا مستر مارسيل كولر ان هو يمنح اللعيبه 24 ساعه راحه سلبيه من التدريبات، وهيستأنف بكره وبعده التدريبات بشكل طبيعي، طبعا ده استعدادا لمباراه القطن الكاميروني اللي هتقام يوم السبت ان شاء الله المقبل على استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 6 مساء. وطبعا مباراه الاهلي والقطن الكاميروني هي مباراه مؤجله من المرحله الاولى من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. ده طبعا فيما يتعلق بالفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، بنتمنى لهم كل التوفيق طبعا في مباراه القطن الكاميروني. خلينا بقى ننتقل للالعاب الاخرى وفريق الماسترز، طبعا رجال طايره الاهلي، الحقيقه ان احنا شايفين في البطوله العربيه اداء كبير جدا خلال الفتره الماضيه، وطبعا زي ما احنا شفنا امبارح فوز النادي الاهلي في مباراه نصف النهائي طبعا امام السيب العماني بنتيجه 3 أشواط مقابل لا شيء، بكده يكون النادي الاهلي او ماسترز النادي الاهلي تاهلوا للمباراه النهائيه او نهائي طبعا البطوله العربيه، هيقابل فيها نادي النصر البحريني، وهتقام غدا ان شاء الله على صاله 2 باستاد القاهرة. طبعا يعني زي ما احنا تابعنا امبارح النادي الاهلي فاز في ال3 أشواط، الشوط الاول كان بنتيجه 25-18، الشوط الثاني 25-22، والشوط الاخير 25-15. بنتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي او رجال طايره الاهلي في مباراه الغد ان شاء الله امام النصر البحريني، ويعني يحرز كاس البطوله العربيه. كمان يعني سيدات طائره الاهلي عندهم مباراه هامه جدا امام وادي دجله غدا ان شاء الله الخميس، هتقام على صالة رقم 4 باستاد القاهرة، ده طبعا في الدور قبل النهائي بالدوري، ده طبعا بعد ما قدروا ان هم يفوزوا في المراحل النهائية او في الفترة يعني الماضية، وكانت اخر مباراة ليهم امام الزهور اللي قدروا ان هم يكتسحوا فيها هذه المباراة، وبكده ان شاء الله بكرة هيلعبوا ان شاء الله وادي دجلة في تمام الساعة 6 مساء. خلينا بقى واخر اخبارنا النهارده يعني فرق السباحه بالنادي الاهلي سواء عمومي او ناشئين ونشئات، الحقيقه قدروا ان هم يحصدوا الدرع العام لبطوله منطقه القاهره طبعا الشتويه للسباحه، واللي اختتمت فعالياتها على استاد القاهره امس، وقيمت طبعا الفعاليات في البطوله او في المرحله الاولى في النادي الاهلي بفرع مدينه النصر، والحقيقه ان هم حصدوا المراكز الاولى طبعا سواء في العمومي او ناشئين ونشئات في المراحل من سن 13 14
14 15 16 و17 و18 سنه قدروا ان هم يحصدوا فيها المراكز الاولى. واختتمت طبعا منافسات البطوله امس في مجمع حمامات السباحه الخاص باستاد القاهره. طبعا ده كان في مرحلتي 11 و12 سنه واللي نجح طبعا فيها كل فرق النادي الاهلي في حصد المراكز الاولى وتسلموا طبعا الدرع العام للبطوله. طبعا دي كانت كل الاخبار الموجوده معانا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي سواء طبعا الفريق الاول لكره القدم او الفرق الرياضيه الاخرى اللي بالحقيقه بتحقق نتائج حقيقه شايفينها كبيره جدا خلال الفتره الماضيه. بنتمنى لهم كل التوفيق في الفتره المقبله ايضا وطبعا يعني كل التوفيق للفريق الاول لكره القدم في مراحله المقبله وخصوصا في يعني دور دوري ابطال افريقيا. بشكركم جدا عوده ليكم مره اخرى. ده احنا اللي بنشكرك على هذه التغطيه المتميزه كالعاده. جزيل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح من مقر النادي الاهلي بالجزيره. طيب احنا وقفنا عند النقطه الثالثه لو تفتكر كان اخر الكلام عن فكره ان في يعني تذبذب في المستوى. تعالى نمشيها كده تذبذب في المستوى بس كان ملحوظ قوي في الفتره الاخيره. مرجعيته ايه في رايك الى جانب النقط اللي احنا اتكلمنا فيها؟ بص مرجعيته طبعا للسببين الاولانيين قصه ضغط المباريات. امبارح كولر بيشتكي ان انا مش قادر اعمل ثبات في التشكيل بسبب الاصابات. تاني حاجه ان انا مش قادر اطبق سياسه اليوم الكامل في المران بسبب ان انا عندي ضغط مباريات. اللعيبه تعبانه، اللعيبه عندها ازمه، اللعيبه كل 48 ساعه مباراه ومش في القاهره فقط. انت بتسافر على انت رايح يعني نتكلم عن اللي جاي حتى انت رايح كمان يومين هتلاعب المفترض القطن هنا هتطلع تلاعب المقاولين بعدها هتطلع لسان داونز هتطلع من سان داونز على الكاميرون هترجع على الدوري المصري هترجع على مباراه الهلال. فعندك ازمه يعني واضح ان هي مؤثره في النادي الاهلي وبقى فتره طبعا. ليها حل تاني غير الروتيشن؟ بص هي ليها حلول من خلال انك تعمل روتيشن بالطبع. التاني انك انت تعتمد على اكثر من لاعب في اكثر من مركز وده اللي بيحاول يعمله مارسيل كولر. ايضا انك انت تعتمد على الصفقات الجديده. كل ده هياخد وقت. لازم جماهير النادي الاهلي تفهم وتعرف ان مارسيل كولر مش ساحر ومش جايب عصايه سحريه. مفيش اي مدير فني هيبقى ساحر فعلا. مستحيل مش هيحل كافه الازمات لانه شايل تركه ثقيله بعد رحيل موسيماني ثم سواريش او سواريز سموه زي ما تسموه لكن في النهايه مارسيل كولر عامل عليه كرم وواسع اليومين اللي فات مش عارف راح فين بقى بيدرب فريق في اي دوري البرتغال او حاجه البرتغال او حاجه كده ف ورجع لو بعد النادي الاهلي ما كانش فيه حاجه. فمارسيل كولر طبعا هذا المشروع السويسري اللي بيكمل ما انتهى منه فايلر لو تفتكر لما اخذ عمل موسم هايل جدا مع نادي الاهلي. فمارسيل كولر مشروع سويسري هايل انا شايفه في الاهلي وقادر ان هو يحافظ على مكانتك في كاس عالم الانديه وايضا في دوري ابطال افريقيا مش عايز اقول حتى الان خلينا نقول بشكل مستقبلي اللي جاي ان شاء الله يبقى شكلك افضل ان الاهلي قادر وبالتاكيد هنتكلم عن دوري ابطال افريقيا لان النادي الاهلي هو دائما ما يبدع في اللحظات الحرجه دائما ما يبدع في الظروف الصعبه. دي ثقافه لاعبي النادي الاهلي بالمناسبه يعني ما هياش بعيده عن الاهلي وده تكرر السيناريو ده الموسم اللي فات واللي قبله مع سان داونز وفي دوري ابطال افريقيا والاهلي كان بيتاهل ويصل للمباراه النهائيه ان شاء الله. ده السيناريو هيتكرر. فعندك الروتيشن عندك اكثر من لاعب في اكثر من مركز محتاج انك تعتمد على الصفقات الجديده ومحتاج انك تجيب صفقات اخرى. الاهلي محتاج في خط الدفاع مساك مهم جدا. النادي الاهلي محتاج صفقه سوبر في مركز المهاجم ده مهم جدا لان الراجل حيران ومحتار الكل بيسال مهاجم صريح هو بيلعب على مهاجم صريح ولا بيلعب على مهاجم وهمي. لا الراجل عايز مهاجم سوبر عشان نبقى منطقيين. هو حسام حسن مشي ربنا يوفقه خد طبعا ثالث مباراة على التوالي رجل المباراة. صلاح محسن مشي. كهربا بيؤدي وبيحاول يبقى سوبر ستار أو نجم الشباك. شادي حسين بيعافر. محمد شريف بيحاول يعيد توازنه من جديد. فالراجل عايز قال لهم أنا خلاص ما حدش يلومني على بيرسي تاو وبيلعب راس حربة أنا محتاج راس حربة سوبر. فالأهلي محتاج جناح طبعا جناح طائر أيسر الى جانب تواجد احمد عبد القادر اللي هو مصاب. انت عندك ازمه امبارح طاهر محمد طاهر خارج نطاق الخدمه تماما ومش هو لوحده عشان ما نتكلمش عنه لوحده. الاهلي امبارح كان خارج نطاق الخدمه باستثناء محمد الشناوي ربنا يحرسه الراجل في دوري ابطال افريقيا ومع منتخب مصر. حلو خارج نطاق الخدمه كده بحب الحاجات اللي بتبقى عارف يعني صح الصراحه. لا يعني منشط هايل. طيب
خليني اقول لك على حاجه بقى وبرده نتكلم فيها منتهى الصراحه، لان لما باجي ببني من البيز يعني منتخب الشباب، منتخب الشباب يعني قواعد الناشئين في الانديه المختلفه والاكاديميات اللي عندنا اللي هي بعد كده بتطلعك يبقى عندك يعني منتخب مصر طبعا كفريق اول. يعني طيب ايه اللي حصل مع منتخب الشباب من وجهه نظرك دون فكره ان احنا طالعين ننتقد؟ احنا خلاص اللي حصل حصل والمستوى اكيد العالم كله شايفه، بس من وجهه نظرك الحل فين؟ يعني مش هنتكلم في المشكله على قد ما انا نفسي نلاقي حلول واصلاح للاخطاء اللي موجوده حاليا لحد هذه اللحظه. بصي، هي للاسف صفحه اتمنى انها تتقفل بعبره وموعظه، ولكن للاسف لن ينساها التاريخ. للاسف ان انت تكون بطوله على ارضك على ملعبك طبعا وسط جمهورك وتهان بهذا الشكل على مستوى النتائج اللي في نفس كمان مجموعتك. بالظبط، لما تلعب مع موزمبيق وتطلع معاها يعني شكلك وحش قوي، لما تتغلب من نيجيريا 1-0، لما تتغلب من السنغال 4-0 وتكرس عقده السنغال للمصريين، لما تفشل وتعجز عن احراز هدف وحيد نظيف اعزل في هذه البطوله، ده فشل. صح، لازم نعترف بهذا الفشل. فشل لعيبه واختيارهم ولا فشل مجلس اداره؟ حابب في البدايه اتكلم يعني عن تصريحات بعضهم، يمكن طيب. طلع معظمهم، طلع الكابتن ايهاب جلال مدرب حراس المرمى قال للاسف ما كانش فيه دعم اعلامي وجماهيري. ادي واحد. ازاي ما كانش فيه دعم جماهيري؟ عيب عيب هذا الكلام. بالظبط، عيب عيب. طلع وقال ان في اللعيبه حوالي 2-3 لعيبه بس اللي لعبوا دوري ممتاز. واحترمنا الكابتن ايهاب، ده حبيبنا يعني طبعا وبعزه جدا، بس طبعًا يعني ازاي ما كانش فيه دعم جماهيري؟ ومش الكابتن ايهاب جلال بس، وكابتن محمود جابر بالمناسبه بس محترمه جدا، بتحاول تشتغل على مستوى عالي جدا في ظل الامكانيات المتاحه، ولكن التصريحات كان لازم نقف عندها. كابتن ايهاب، انت راجل مهذب وراجل محترم وراجل مخضرم وليك تاريخك واحنا بنحبك، دي حقيقه، ولكن لازم نقف عند تصريحاتك. لا، كان هناك دعم اعلامي وكان هناك دعم جماهيري. اللعيبه ما كانش عندك 2-3 لعيبه فقط، لا، بص ليوسف حسن الزمالك، بص الحواش اللي هداف دوري ابطال اوروبا للشباب 9 اهداف، بص الايشو اللي طلع مع كارتيرون في الزمالك، بص الاسماء، بص محمود مرسي اللي لعب دوري ممتاز مع ايسترن كامباني، بص الكتير، بص لاحمد شريف في فاركو، بص لعمر فايد في المقاولين، الناس دي كلها طلعت وتصعدت وليها اسم، بص لبلال مظهر. طب ايه بعيد ليه اللي هو في بناثينياكوس في اليونان، لعيبه ممتازه. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بقى؟ اخطاء من الطرفين، سواء على مستوى لاعبي منتخب مصر اللي لم يتحملوا قيمه واسم وتاريخ تيشرت منتخب مصر، انك تلعب بهذه الروح، انك تلعب بعدم ثقه، انك تفشل في انك انت يبقى شكلك حلو في بطوله زي دي تستغلها انها على ملعبك وفي وسط جمهورك. ايضا الكابتن محمود جابر يتحمل، لا هو فرشور يتحمل مع كامل احترامنا برضه، هو والنسبه الاكبر، لان زي ما حضرتك بتقول انت عندك بوتنشال لعيبه كويس جدا بالزبط. وانا اشك ان في لاعب منهم كان مش عايز يثبت نفسه في في البطوله دي، مستحيل يعني، دي فرصه العمر. فالخلل الاكبر مع احترامي اكيد في الجهاز الفني. بالظبط، دي اتفقتي. يمكن في البدايه قلنا فلان حبيبنا وفلان محترم وفلان تاريخ، لكن انا بتكلم فنيات، محدش يزعل، ما بتكلمش شخصي، بتكلم فنيات. انتوا معاكم لعيبه ممتازه، معاكم لعيبه خامات كويسه جدا، اهلي وزمالك من كل انديه مصر ومحترفين بره، فما تجيش تلوم. طب الخامات الممتازه والمحترفين بره، لو افترضنا ان هم نزلوا يلعبوا بشكل عشوائي ومن غير جهاز فني من اساسه، هفترض طبعا ده افتراض خيالي يعني، تمام، مش المفروض نشوف لهم اماره لكونهم لعيبه مميزه ومحترفين بره؟ برافو عليك طبعا، وده اللي قلته في البدايه، ان هؤلاء اللاعبين لم يدركوا قيمه تيشرت منتخب مصر، بس مش عايز اتبعهم، لان انا لازم اتكلم عن الشق الفني في الجهاز الفني اللي بيتحمل ده. ليه؟ تعالي نعمل كده، احنا هو يتم استغلالهم من قبل الجهاز الفني بشكل سليم. ما هو يعني ما هو برضو انا كلاعب محتاج حد يوجهني، محتاج اشوف قدوه معايا في الجهاز الفني، يعني حاجات كتيره ما اعتقدش ان كانت متوفره. لا ليه، خلينا نتكلم. انا مش بدافع عنهم، بس انا يعني شايفاها من الزاويه دي بصراحه. لا، تعالوا كده نفتكر مع بعض احنا الثلاثه ما فعله الكابتن ربيع ياسين سنه 2009. ربيع ياسين خد كاس امم الافريقيه مع منتخب الشباب وتاهل لكاس العالم اللي اقيم في مصر هنا بالمناسبه، ولعبنا مع ايطاليا وعملنا وصلنا لدور ال 16 وكان على استاد القاهره. وطول عمر منتخب مصر للشباب في ازمنه مختلفه
دايما كان معمل تفريغ بيفرز لنا نجوم مستقبليين بيطعموا بيهم المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. ده هو اللي كان بيفرحنا. الكابتن طيب. ربيع ياسين مشوه يعني ادوله مكافاه نهايه الخدمه انه مشي وهو استقال وجابوا مكانه المدير الفني الشيكي ما حدش يعرف اسمه ولا حد كان يعرف كان شغلته ايه. كابتن هاني رمزي طبعا هذا الرجل الخلوق المخضرم المحترم العالي جدا كان بتربط لي بيه علاقه في هذه البطوله اللي كنت بغطيها لاحدى القنوات الفضائيه كمراسل، فكنت معاهم يوم بيوم في الفندق ومع المنتخب ومع الكابتن هاني رمزي، تعبوا وشالوا الشيله كتير، والمنتخب ده فرح المصريين بالمناسبه، كان وراه دعم اعلامي وجماهيري. اين انت يا كابتن محمود جابر من شخصيه المدير الفني القوي اللي قادر ان هو يوري او يفرح جماهير مصر بامكانيات مثل هؤلاء اللاعبين من منتخب الشباب اللي هم المفترض نواه للمنتخب الاولمبي طبعا. ثم اداه تفريغ للمنتخب الاول. يا جماعه احنا ماشيين بدون خطه كده، احنا بنهزر احنا بنهزر. فاللي حصل طبعا من منتخب الشباب للاسف محزن للغايه، احزن جماهير مصر بالمناسبه. ما حدش يقول ما كانش فيه جماهير، ما حدش يقول ما كانش فيه دعم. هو مش بس احزننا يا استاذ سامح، طبعا هو كمان خلانا قلقانين على مستقبل الكره المصريه ومنتخب مصر. يعني لان انا دلوقتي ما بلاقي ده المستوى اللي عندي، طب انا هقول ان الملف ده هيتطور ازاي؟ ما هو الملف ده عشان يتطور لازم يبقى اداريا ولازم يبقى فنيا. انا يعني مش شايفه ده بصراحه. يا استاذ نهاوند، يا استاذ كريم، انتوا عندكم منتخب مصر من 2010، انا اسف بقولها للجمهور محدش يزعل، من 2010 بعد جيل التاريخيين وبعد الجيل الذهبي من اول عصام الحضري حتى محمد ابو تريكه، واقولها بصوت عالي، بعد هذا الجيل شفنا جيل لمنتخب مصر؟ ما شفناش جيل لمنتخب مصر. الحق يقال مفيش انجازات الا بعد وصولك قوي. نتكلم بالارقام وصلت كاس العالم فقط في 2018 على استحياء. يعني شفنا على استحياء، على استحياء روايح الجيل اللي حضرتك وصلت كاس العالم 2018 في روسيا فقط. عشان نتكلم بالارقام انت وصلت بس احنا وصلنا بس وصلنا مش عارف الموضوع مضحك ولا محزن. والله العظيم محزن طبعا يعني بعد ما وصلنا كان مشوار قلنا نريح بقى. محزن طبعا وايدي على قلبي طبعا على مستوى المنتخب الاولمبي اللي بيستعد برضو للتصفيات ونفسنا يروح الاولمبيات مع ميكالي يعني. فطبعا صعب جدا. صح. تعالى نقلب الصفحه الحزينه دي ونفتح صفحه الحدث الابرز على مدار الايام اللي فاتت وجائزه ذا بيست ورؤيتك ليها ولمن ذهبت اليه الجوائز المختلفه في الليله الاحتفاليه دي. طبعا كلنا عارفين ان الجوائز بتروح او التصويت عمليات التصويت بتتم من خلال اكتر من جهه، المدراء الفنيين للمنتخبات، قاده المنتخبات، الجماهير والنقاد الرياضيين. درجه اقتناعك بكل الجوائز اللي راحت لاصحابها، هل هي جوائز مستحقه لاصحابها ولا كان ليك تحفظات؟ انا في البدايه عايز اهنيكم الاول كاسره برنامج، دي مش مجاملة، دي حقيقة، لأن الناس شافت في الحلقة أو الفقرة اللي قبل مني كابتن محمود عبده اللي هو نجم منتخب مصر وهو بطرف واحد بساق واحد. هذا المثل صح. لازم أنك أنت تحطه جنب محمد صلاح. لازم أنك تحطه. ليه؟ لأن الراجل ده اللي قاعد وعدى 30 بيمتلك من الطموح وبيمتلك من بالظبط وعاشق للمستقبل وعايز يستضيف هنا كاس امم الافريقيه للطرف او الساق الواحده في كره القدم، مشاركه 22 دوله. حاجه تشرف يا جماعه. ده ممكن هم دول اللي يجيبوا لك الميداليات والرانكينجز والبطولات وكل حاجه. طبعا يعني بجد يعني طبعاً. انا اتمنى فعلا الموضوع هنا يتطور في طبعاً. مصر طبعا. انا بحييكم على الفقره دي ان مش الكل بص عليها. امبارح جايزه بوشكاش او اول امبارح جايزه بوشكاش كانت تحترم جدا وهي رايحه للاعب من بولندا وهو بطرف بساق وجاب جول حلو قوي. انا عجبني حلو جدا، لذلك انا كان لازم اشيد بيكم انكم رحتوا لحته حلوه قوي، حته انسانيه بحته، حته بيقهر فيها احنا عن نفسنا المستحيل. في برنامج 10 الصبح في الاهلي احنا بنروح باستمرار من اول حلقه من البرنامج ده، احنا دايما رايحين في السكه دي، لكن المهم ان كل الكيانات المعنيه هي كمان تروح معانا، كل الاشخاص المعنيين يروحوا معانا ودعم الناس. هو ده المطلوب. واللجنه البرلمانيه مشكوره طبعا، مش هجود على اللي انتوا قلتوه، عملتوا فقره هايله صراحه. نتمنى ان احنا نشوف ده ونتمنى ان احنا نفرح بهذا الجانب المضيء. صح. زي ما عندك محمد صلاح بيقهر المستحيل وبيعمل ارقام قياسيه بتفخر بها كمصري قبل اي شيء تاني، برضه ايضا تفخر بمثل هؤلاء اللاعبين ومثل هؤلاء اللي بيخلوك تحس ان في نموذج كل مصري يفتخر بيه. مفيش حاجه اسمها مستحيل، ده اقل شيء. فنرجع تاني الهدف اللي عجبك انت ونهواد عشان عجبكم للدرجه دي نتابعه مع لا لا حلو يا كريم بجد بجد. لا هدف طبعا هدف رائع جدا. بصي الثبات، بصي الثقه،
بص يا استاذ كريم قد ايه بيقهروا المستحيل، بص قد ايه يستحقوا جائزه بوشكاش، بص ده ما يعملهاش دي عملها حسام حسن مره شفتها لينا برضه نتكلم عن النماذج المصريه، عملها في مرمى السعوديه انا فاكر مصر امام السعوديه، هدف رائع ده يعني أحلى. في بساقين ما بيعملوهاش يعني. وكان نفسي طبعا يكون لنا اهداف لمحمود عبده، يستحق طبعا، هو صديقه قال ان هو كلمه وهنئه دي حاجه تبسطك انت طبعاً. كمصري فطبعا تحسب لفيفا ان هم عملوا جائزه بوشكاش ان هي تروح لأوليكسي، طبعا حاجه تحترم جدا اللاعب البولندي اللي جاب هذا الهدف ولا احلى اللي عرضناه من شويه. وبقيه الجوائز كانت منطقيه، بقيه الجوائز كانت منطقيه جدا طبعا طبعا منطقيه طبعا. لازم يكون ميسي افضل لاعب في العالم، لازم يكون افضل لاعب في العالم لانه حقق ما لم يحققه احد، حقق ما حققه دييجو ارماندو مارادونا الراحل، كان نفسه ان هو خلاص هو طلع اول تعليق بالمناسبه ليه بعد ما خدها قال انا ما كنتش منتظر اي القاب ثانيه، انا مش فرحان بافضل لاعب في العالم، انا خدت اللي كنت عايزه خلاص، انا وصلت ل كاس العالم وشلت كاس العالم، هو ده كان اقصى طموحي لانه خلاص فرق عن رونالدو، تساوى مع دييجو ارماندو مارادونا، هو حطم كافه الارقام القياسيه صحيح. والفولاذيه خلاص صحيح. كان طبيعي الارجنتين طبعا تاخد باقي الطبيعي، مارتينيز حارس مرمى الارجنتين طبيعي جمهور الارجنتين ياخد لافضل جمهور، لان في النهايه حتى المدير الفني ايضا خلاص يعني الارجنتين عملت بطوله ولا احلى على وفي توقيت كمان يعني اروع بصراحه طبعاً. لان اعتقد دي كانت هتبقى او غالبا هتبقى اخر مشاركه دوليه لميسي. بس قبل ما نختم قصه سريعه قريتها عن ميسي، كان بيتكلم او بيحكي ان كانت جدته هي اللي شجعته في اول خالص حياته، كان عنده 4 سنين وودته عشان يلعب كوره، وقالت له توقعت له ان انت هتبقى احسن لاعب في العالم، فيعني كده بعد كاس العالم كل جماهير الارجنتين بوينس ايرس كلهم راحوا تحت بيت جدته وعملوا احتفاليه استمرت اليوم كله. لا هم عايشين على الكوره الارجنتين والبرازيل يعني الجزء ده في امريكا جزء من العالم تعيش على الكوره فقط على الشواطئ وعلى دي حاجه صحيح. وطبعا عشان ما ننساش طبعا هو اخذ خلاص ميسي واخذ امبابي مركز ثاني وكريم بنزيما مركز ثالث، لازم ما ننساش ساديو ماني اللي خد مركز سادس حتى لو كنا احنا يعني مقموصين شويه من حصلنا من اللعيبه اللي يستحقوا طبعا فوزوا كاس العالم ويستحقوا. محمد صلاح طبعا مركز 14 كان نفسنا، ولكن الراجل يعمل ايه ما قدرش انه يوصل لكاس العالم، ومستوى ليفربول للاسف في تراجع مستمر، فصلاح مصدوم طبعا الفتره دي لكن هو قادر ان هو يعود من جديد. نورتنا وبنشكرك على وجودك معانا. ميرسي شكرا ليك يا استاذ سامح، يعني قراءه وفقره حلوه فعلا بجد، يعني فقره حلوه انتوا احلى بجد دي حقيقه. الفقره اللي فاتت كانت احلى، لازم اقولها ثاني وثالث، ودايما كده منفردين في 10 الصبح في الاسبوع. ذوقك وكرم اخلاقك نورتنا، ونشوفك على خير باذن الله. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان الفقره الثالثه والاخيره، وهي فقره طبيه مسجله نورنا فيها وقتها الدكتور باهر السعيد هو اللي كان معانا. ان شاء الله نشوفكم على خير.